اللحظات الأولى بعد أن صيانة هذه الوحدات بجهودنا الذاتية والقطع المتوفرة بين أيدينا وفي مخازننا، والقطع التي يتطلب تأمينها خارج مناطقنا أيضا حاولنا تأمينها، ونحن بصدد توصيل القطع المتبقية، وقطعنا شوط كبير في مجال صيانة المعمل، علما أن كوادرنا وعمالنا الكادر من مهندسين وفنيين وعمال مستنفرين بشكل يومي حتى أيام العطل من أجل صيانة المعمل ووضعه في أقرب وقت بالخدمة.